فوت دو فراب. اهلا وسهلا منورين الحاضرين المستمعين، وان شاء الله نهاركم زين. اليوم من غير سبب ومن غير اي قصد وبدون خلفيات باش نحكي شويه على نادي باريس. نادي باريس الساعه هو في الاصل نادي نتاع تماسح، خاطر نتاع ديون سياديه اكهو، ما عندوش دخل بالبنوك التجاريه. هذاك عندهم نادي لندن اللي هما تماسح ومن نوع اخر. نادي باريس ما عندوش حتى وجود رسمي، معناه ما فماش مؤسسه اسمها نادي باريس ولا حاجه، وبلاص نجم نمشي لها تلقى بلاكه من فوق نادي باريس. اتفاق ضمني غير مكتوب ما بين دول الاعضاء. بالطبيعه الامريكان حبوا يردوه اسمه واشنطن كلوب في الستينات والسبعينات. يا اخي الفرنسيس كبشوا فيه بسناهم باش تعرف الاهميه نتاع الموضوع. وفي اخر السبعينات الحكومه الفرنسويه عملت امانه دائمه للكلوب دو باري في مقر وزاره الاقتصاد والماليه نتاع فرنسا. هكاك ولا عنده شويه الطابع المؤسسي، اما ديما يقعد غير رسمي، هو مفاهمه غير مكتوبه ما بين 22 دوله بعضويه دائمه. اللي نحب نفسره لهنا بطبيعه عندي ذا هدف وراء الهدر. مثلا لبنان تحب تعمل جدوله للدون نتاعها، الناس كلنا نعرفوا الوضع نتاع لبنان. الحكومه اللبنانيه طبعا باش تقابل سي ايمانويل مولا اللي هو رئيس النادي توا، واللي هو في نفس الوقت بطبيعه مدير عام تاع الخزانه والماليه في فرنسا. تعرفوا شو يعمل سي مولا كي تطلبوا لبنان؟ كي يطلبوه ما يهزش عليه، كي وصلوا له مكتب كتابي ما يخليهش يوصل بيرو، كما كالفازة في القصبة سماح أكل مراسلة ما تخليهاش توصل لعدم الصفة وكالفازة ذيك. بار كونتر السودان كيمشي لنادي باريس في ماي اللي فات عملوا له إعفاء متاع 19 مليار دولار متاع ديون. تقول انتي عجب العلاقة باهية ما بين لبنان وفرنسا ودول العالم؟ قالوا لها لا، والسودان ايه، على خاطر يا جماعة لبنان صندوق النقد مش عاطي فيه الكلمة، مش تفاهم معاه، دونك يقولوا له برا وح. وهذه شروط نادي باريس مع صندوق النقد. صندوق النقد يا صندوق سمو في الشهد مين هيدوق؟ صندوق النقد يا صندوق سمو في الشهد. نعرف خليفة يحبها الأغنية، وبسمة سعيدية تحب الأغنية. العالم يا جماعه توا زوز بيوت وساله بالحق، معناها كي بلاد تبدا تحاول هكا مع لافامي وتحت حس مس، كما فقناش بالمس ناس مو الحس معناها، وزيد لافامي مش عيب، ديما خير من برشا حاجات اخرين غريبه. تو مثلا المفتي معناها يدعو رجال اعمال واهل الخير الى المساعده، والله كان تسمعوا كلامي المواطنين الكل والتوانس الكل، اسالوه دار الافتاء سلوها على الريب وتنصبوا اللي كتب. لنسيمو شهرين سناع الفازة ما عندهم السلطة متاع شوفين الهلال، يجيك اخر رمضان يقول لك لا ما جاش، واصلوا شهر ثاني على خاطر ما عاونتوش. اما في الاخر في الاخر هذا الكل اللي نعملوا فيه ما يغنيش بطبيعة على سي لفامي. يا معلي ضالي يا شريكي في افكاري، يا معلي ضالي غني للصندوق يا ناجي، لا ترسلنا على ضحضاح خويا، التمايل على الاقل شويه مع الغناء، لا ترسلنا معناها فيق يا خويا، فيق كما قال وليد جلاد. يا توانسة فيقوا، يا توانسة فاش يبيعوا لكم؟ يا توانسة فيقوا 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 يا وليد، سي بون شنو فاش يبيعوا لنا؟ معناها اش تقصد؟ على خاطر يبيعوا لنا في المدعم ب 250 باش تعايرنا؟ يلا غالب باش نعملوا لهم الكوش ولا فيش عندهم باش يبيعونا؟ هما يبيعونا فيها بلاش بريسيون، عندها شهرين وساكتين. نعم المهم وليد، معناها شنو رايك انت في القرار نتاع منع الامتيازات والامتيازات تنحاهم نتاع مجلس القضاء؟ قرار شعبوي، قرار يضحك يضحك، قرار يضحك. تبلانت لكم وقتها في استوديو على يضحك وراديو ماريتوه ولا اش عملتوا له؟ لهالدرجه يضحك القرار؟ قلنا صحيح فما يد نتاع نور الدين البحيري كوزير عدل سابق تصرف في المجلس على القضاء وحط يده بصفه كبيره، استغل عدم وجود ما حط يده، حط يده ونحق وضاد. انت ما تعرفش خليفه اش معناها حط يده؟ لا والله ما نعرف. عباره واحد يتحرش بالقضاء، شنو معناها؟ انت راجل كبير تعرفش معناها حط يده على القضاء؟ هي القضاء شبيه؟ شبيه عليك القضاء قيس سعيد؟ تكلم يا القضاء قول حاجه. قيس سعيد سيبنا بجاه ربي، سيبنا مثلا الرئيس سعيد سيبنا بجاه ربي سيبنا. بون هذا تصوري الشخصي للقضاء شنو يحب يقول. حاتم المليكي خويا لما لك من حكمه ورسانه، والله ولا يعجبني حاتم المليكي، كيفاش تشوف الامور توا؟ انا تو بعد اللقاء اللي صار ما بينه واتحاد عن تونسي وشغل كنت نتصور انه رئيس الجمهوريه اصبح عنده وعي بالخطوره بتاع الموجود، لكن البارح كيف شفت معناها توجهات رئيس الجمهوريه واصراره على انه يواصل
بشكل فردي في الاصلاحات اللي تصورها هو مش تنفع البلاد. قلت عندي شكوك، معناها واضح انه رئيس الجمهوريه عايش في عالم اخر. الجمهوريه عايش في عالم اخر. لا في كرتاج في بالي رئيس في عالم اخر. سيد الرئيس وينك يا اخي؟ وكم رددتها من مره اشعر بانني في بعض الاحيان من كوكب اخر، من كوكب اخر. ايش باش نقول انا توا؟ باش نقول لك سيد الرئيس، والله نهدي لك كان نغم هدايا. كانت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ كانت الدنيا ازاي ازاي ومنين انت جاي؟ منين انت جاي؟ قالها المغني ما قلتهاش انا. هاك زينز